السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ اكرام. حضرتك كان عايز استفسر عن الحشيش ملوش اعراض انسحابيه. ايوه. يعني في يعني انا حضرتك انا خدت رمضان فتره بسيطه وبطلت. أيوة. شربت الحشيش، جربت كل حاجه بس بفضل الله ما فضلتش ان انا عايز بيها يعني. تمام. بس في بعض الناس حوالين مني زي ما يقول لك لا الحشيش ارحم من اي شيء تاني. الحشيش ملوش اعراض انسحابيه. احنا انا عايز اوصل لهم حاجه انه برضه ليه ضرر، اكيد ليه ضرر. طبعا ليه ضرر. طبعا. لان حضرتك بيقول لك ان الهيروين ليه اعراض انسحابيه، الحبوب الترامادول ليه اعراض انسحابيه. معظم الناس متمسكين قوي بالحشيش، لا الحشيش هو ملوش اعراض انسحابيه فانا هفضل اشرب حشيش. يا جماعه ما هو غلط برضه، اكيد ليه ضرره. فانا عايز افهم ايه الضرر عشان اقدر انا اتكلم مع اي حد بيشرب الشيء ده. هقول لك ايه ضرر الحشيش. اولا انا شاكر جدا ابتدت الناس تفهم ان الحشيش ده حاجه مش مقبوله، حاجه مش عاديه. زي ما كنت بقول لحضرتك قبل ما يجي التليفون الاستاذ اكرم، لما انا بكون سواق وبشرب حشيش انا بعمل الحاجه اسمها سيمبل تاسك. يعني ايه سيمبل تاسك؟ انا سايق بالعربيه فجاي لي العربيه قدامي فبقلب نور بقلب نور وبعدي، مفيش اي مشكله، في الحاجات دي بسيطه جدا. لكن لو مطلوب مني عمليه حسابيه اكبر شويه، عمليه عقليه اكبر شويه، بمعنى جاي عربيه في الوش وده عادي جدا في مصر، واحد معدي وده عادي جدا في مصر، كويس، وانا بوطي اجيب حاجه وده عادي جدا في مصر، كويس. لو الانسان اللي بيشرب حشيش تعرض لمشكله في الطريق، مشكله مش سيمبل، مشكله محتاجه انه يفكر، هيشيل كل الناس دي، هيعمل حادثه مهوله. وكتير جدا من اخواننا بيشربوا حشيش بتنتهي حياتهم في حادثه عربيه، كويس. وبالتالي الحشيش في كماده بيعمل نوع من التخدير، كنوع بيقلل شويه موضوع القلق، لكن كتأثير أول حاجة بيأثر جدا على القدرات العقلية. نمرة اتنين، كتير جدا من السادة اللي بيشربوا حشيش أو بيشربوا بانجو بيجي لهم حاجة اسمها باد تريب. باد تريب دي يعني ايه؟ بيشرب سيجارة الحشيش ويقوم داخل في نوبة هلع في منتهى العنف، ضربات قلب سريعة وسحبة ويحس ان هو هيموت، دي بيسموها الباد تريب. طبعا بيبقى العيان محظوظ جدا ان جات له النوبة دي، لأن اللي بيجي له نوبة الهلع ونوبة الخوف الشديد ونوبة القلق الشديد مع الحشيش ما بيقربلوش تاني خالص، تبقى هي مرة وانتهت. فالحشيش ممكن يعمل نوبات هلع. اللي اخطر من كده بيعمل حاجه اسمها اضطراب ذهاني نتيجه التعاطي. بمعنى ايه؟ ان الحشيش لما سعادتك بتاخده، وبالذات اللي بياخدوه بصفه منتظمه مدمنين بتوع الحشيش، بيبتدي يحصل تغير في الشخصيه، بيبتدي اكثر شكا، بيبقى العيان بيبقى عنده شكوك اكتر، شخصيه كبدايه الشخصيه بتتغير، بيبقى اكتر شكا، بيبقى عنده حساسيه مفرطه ناحيه الاخرين، يبتدي يشك في اصحابه ويشك في مراته و طب ناخد